القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزاء. يقول أخ تزوج أربع نساء، رجل تزوج أربع نساء، بعض الناس زوجة واحدة لم يحصلوا والبعض أربعة نسوة. على أي حال تزوج أربع نساء وطلق الأولى وتزوج بأخرى، يعني أربعة كان عنده، واحدة طلقها، طلعها عن الزوجية، وبعدين راح تزوج بأخرى. طبعا ما يجوز أن يتزوج بأخرى رأسا، لازم تنتهي عدتها، هاي الأخت اللي طلقها لازم تنتهي عدتها وبعدين يروح يتزوج بالأخرى حتى لا يصيروا خمسة. فبعد ما تزوج بالخامسة أو الأخيرة تندم، أو أولاده ضغطوا عليه نرجع أمنا، يريد يرجع الأولى، فيجوز أن يرجعها؟ لا، صارت خمس زوجات ما يصير، الإنسان لازم يجمع بين أربع زوجات، أما خمس زوجات ما يجوز. نعم أنا أعطي حل، والحل إن شاء الله تعالى يستفيد منه. تقدر أنه ترجع الأمهم، الأم اللي طلقتها الأولى ترجعها بعقد متعة، بعقد متعة ما في إشكال، فصير عندك أربع نسوة، أربع زوجات دائميات وواحدة متعة، ما في إشكال، حتى لو كان لعشر سنوات أو عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو أربعين سنة ما في إشكال. ولكن إذا مت أيها الرجل لا ترثك تلك، لأنها متمتع بها لا ترث كما هي النسوة الأخريات. واضح إن شاء الله تعالى؟ جيد. Shalom.